رحنا ساكنين 50 سنة، دوار الشيخ كان عرملة، كتبنا وجهز بين رامي هكاك، حنا طريق الرباط، الكسيدة اللي جات تدوز علينا، الكسيدة الأولى مات فيها الوالد، الكسيدة الثانية ولد تا هو الدري صغير عندو 6 سنين، الكسيدة الثالثة غير طربات، الرابعة هي اللي جات فينا هانتوما نشوفو المحالات كي دايرين وحالتنا والوليدات صغار والحالة حالة، حنا كبرنا هنا وها ولادنا ها هما غيكبروا هنايا، هاد الشيء هذا ما حتى حاجة ما بينو لنا، شوف المحالات كي دايرين وجيراننا وكل شيء عطاوهم وحنا ما عطاوناش، علاش؟ هاد الجيران دابا بعد شحال من ساكن بوليداته وما عطاونا والو، هاد الشيء اللي تنقول وجلالة الملك الله ينصرك ويشد لك في وليداتك وعاش الملك، هاد الشيء اللي تنقول لكم اعطيونا ساكن واخا يكون كيما يكون غادي نتغطاو. والله العظيم انا ولينا حالتنا هنايا وتا واحد ما كيشوف فينا، تيجيو تيديو لاكارطات وكيمشيو، شوفوا حالتنا حنا هنايا الطوموبيل الاولى دخلت الطوموبيل الثانيه وتا واحد ما كيشوف فينا. جلالة الملك الله ينصرك، عاش الملك الا ما شوف من حالتنا، كلشي بغينا سيدنا يشوف فينا، الله يرحم ليكم الوالدين الا ما شوفوا فينا راه حنا حالتنا، لا طواليط لا عيشه، راه تا عيشه تا واحد ما يرضى يعيش هاد العيشه هادي. الطوموبيل الاولى دخلت علينا انا والدراري كانوا في المدرسه وانا دائما كيدوز علينا من هنايا، يعني حنا مغيطين 5 سور، حنا راه في العشوائي، راه ماشي حنا في بادية، راه حنا في قلب المدينة وحنا بحالا في البادية، راه زعما خاص سيدنا يتدخل ويدير لنا شي حل على هادشي اللي كنعيشوا فيه، راه حنا وليداتنا ماشي ديال التكربيز، هانت شتو شحال ديال الوليدات ما شاء الله، يعني كيخرجوا برا كاينة الماكن كاينة الغبرة كاينة المشاكل، حنا حويجاتنا كان أنا الغبرة يعني دائما أنا بعدا مدوزة لقيت راسي عندي الحساسية من الغبرة، ما عندي الحساسية من عينية، عندي وليداتي أنا ولدي تبارك الله دابا راه في عمره 23 عام، بنتي 18 عام، ولدي الصغير عنده 8 سنين دابا، يعني راه حشومة وعيب وعار، حنا راه في بلادنا يعني، وخصنا خصنا حنا نستافدوا من السكن بحالنا بحال أي واحد.